واضح ان كل العقبات تقريبا في وجه سلطه مستقره كانت بسبب هذا الدستور، واساسا ببيع السلطه التنفيذيه الخاصين بالرئيس وبرئيس الحكومه والعلاقه بين الجهتين. يعني توتر اثناء فتره حكم الباجي قيد السبسي ازاء حكومه الشاهد التي اختطفها البرلمان واشتغل بها، ثم توتر بين حركه النهضه وقيس سعيد لان حركه النهضه اختطفت حكومه المشيشي من جهه التكليف من رئاسه الجمهوريه واشتغلت بها، بمعنى ان لدينا معضله كبيره في توزيع السلطات. الكل يحكم ولا أحد يحكم، هذا ما أدى إلى تعطل تقريبا وظيفي في أجهزة السلطة، وتعمقت القطيعة بين الرئاسة والحكومة إلى الدرجة التي وصلنا إليها، وكان ذلك ولا يجب أن ننسى ذلك بمطلب شعبي. يبدو أن الشعب التونسي أميل إلى جهة حكم واضحة تأخذ قرارات واضحة سيادية، أي هو أميل إلى النظام الرئاسي الذي تربى عليه حتى في مستوى خلفيته الثقافية. اليوم عندما نتحدث عن إعادة دستور 2014 فإننا سنتحدث ضرورة عن إعادة السلطة إلى الأغلبية البرلمانية التي لا تمثل كل الشعب وتحكمها في الحكومة وتعطيل وظيفة رئيس الجمهورية. هذا هو تحديدا الإشكال. التغيير سوف يعرض على الاستفتاء، الأمر الذي لم يحدث في 2014 لأن الدستور رملم على عجل بعد أن تجاوزت الأطراف التي تعهدت بالمرحلة التأسيسية الأجال التي تم النص عليها، وانتقلنا من سنة واحدة إلى 3 سنوات. في الحقيقة كل هذا الجدل الدائر حول الدستور هو جدل سياسوي، بمعنى أن جميع الأطراف تبحث عن تموقع داخل المشهد السياسي من خلال الحكومة المقبلة التي من المقرر أن يعين عليها الرئيس قيس سعيد، والآن من خلال كل هذا الحديث حول الدستور التونسي.